مرحبا، معكم زينب الغوتي، اخصائي التغذيه من عياده زينا نيوتريشن ويلنس. حابه احكي عن اهم التبس اللي اهالي يتبعوها بخصوص الصيف، اللي بتضمن انه تغذيه اطفالهم تكون منيحه، خصوصا انه فيها النوادي الصيفيه والطقس كمان مشهور، فبحاجه انه الطفل يكون بطاقه ونشاط دائما. بدايه الموضوع الفطور كثير مهم، مهم جدا كل اهل يشتغلوا مع اطفالهم لحتى يكون عندهم وجبه فطور مغذيه، سواء كانت موز وحليب وشوفان بالخلاط، او كانت مصادر من البروتين زي البيض، الجبنه، اللبن، مع مصادر نشويات معقدة زي خبز القمح، خبز الشوفان، رقائق الإفطار اللي هي بتكون معمولة من شوفان أو طحين قمح الكامل، مع مصادر من الدهون الصحية زي المكسرات، البذور، زيت الفول السوداني أو الأفوكادو، زيت الزيتون إلى آخره. هاي الوجبة تكون وجبة الإفطار اللي تعطي للطفل شبع وطاقة خلال النهار. خلال فترة ساعات النهار المهم يكون في سناكس، الأهل يحاولوا دائما يعززوا السناكس الصحية مثل الخضار مع الحمص، أو ممكن تكون السمودي بالخلاط اللي هو بيكون معمول من فواكه، حليب ولبن. ممكن تكون برضو الكراكرز المعمول من الشوفان مع حمص او لبنه. وزي ما حكيت كمان موضوع التربيه بهاي الساعات كثير مهمه لحتى الطفل يضله عنده نشاط وطاقه. فالسناكس خلال النهار كثير مهمه للاطفال، ومهم انه برضو لما يوصلوا وجبه الغداء ما يكونوا كثير جوعانين، لهذا الشيء كثير مهم انه يضلهم عندهم شبع وعندهم طاقه بنفس الوقت. وجبه الغداء كثير مهم انه الاهل يحافظ ان تكون فيها نشويات معقده، فيها بروتين، فيها دهون صحيه، وينوعوا في مصادر البروتين كثير مهمه، هذا شيء كثير اساسي حتى الطفل يقدر ياخذ مغذيات قد ما بيقدر. بنسال عن وجبه العشاء اللي كثير مهمه، واللي هي بتكون برضه طريقه لحتى ينهي الطفل يومه بطريقه انه يكون شبعان وعنده طاقه لثاني يوم. بتكون برضه فيها ممكن كاس حليب مع رقائق الافطار المعموله من طحين الشوفان او القمح، ممكن خبز الشوفان وخبز القمح الكامل مع لبنه، جبنه او بيض. طبعا موضوع العنصر والخضار كمان كثير مهم لحتى يعزز المدخول الالياف، او قديش بياخذ الطفل الياف بهذا اليوم. طبعا موضوع السكاكر والحلويات خلال هاي الفتره كثير مهم انه الاهل يكونوا واعيين على الموضوع، معناه انه ما بنمنع ممنوع او ما بنمنع الاطفال بتاتا، بس بندخلهم بطريقه متوازنه، وفي بدائل الايس كريم، بدائل اللي هي ممكن الكيك، نعمل كيك في البيت ويكون صحي اكثر. فكتير مهم انه نعود الاطفال على هذا الروتين الصح، النوم يكون كمان موجود بطريقه مناسبه. وموضوع المي فكتير مهم، هاي العنصرين لحتى الطفل يكون بنهايه فصل الصيف عنده عادات صح وعنده تغذيه صح، وبنفس الوقت يدخل على العام الدراسي يجيب بطاقه ونشاط. وطبعا هذا الشيء كمان بهاي الفتره احنا بنحاول نعزز مناعه الطفل كمان، لانه برضه المناعه جدا مهمه بهاي الفتره. فهاي العادات البسيطه مع التبس البسيطه كثير مهمه لحتى تضمن نشاط وحيويه للطفل.